بيقيم أصدقاء المخرج الشاب محمد رمضان أحد ضحايا كارثة سانت كاترين، بيقيموا عزاؤه في مسجد عمر مكرم. محمد رمضان الذي انتشرت مقاطع من حياته ربما تعرف عليه الكثيرون الذين لم يتح لهم أنهم يعرفوا أفلامه أو حتى يعرفوا أحلامه في هذا العالم. محمد رمضان الذي انتشرت له صور على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يوزع البطاطين على الفقراء في البرد، والذي قدر له أن يموت مع الأسف من البرد في عاصفة ثلجية في جبال سانت كاترين. النهاردة يتلقى محبو العزاء في عمر مكرم، وزميلنا محمد رياض مراسلنا هناك ذهب لتقديم واجب العزاء باسمنا ولإلقاء نظرة على ما يحدث هناك. محمد، معي زميلي محمد رياض من أمام عمر مكرم. محمد لو سمعني بسألك، لو تضعنا في أجواء العزاء وتقول لنا الأجواء المحيطة بيك في مسجد عمر مكرم. أستاذة منى، أقف الآن في أمام مسجد عمر مكرم حيث عزاء المخرج الراحل الشاب محمد رمضان الذي لقي حتفه في سانت كاترين نتيجة عاصفة ثلجية ضربته هو ومجموعة من أصدقائه ولقي حتفه وخرج من دنيانا. الآن عدد من أصدقائه وعدد من المخرجين السينمائيين والفنانين الذين حضروا هنا لتلقي العزاء في المخرج الشاب محمد رمضان، ويتقدمهم الدكتور صابر عرب وزير الثقافة، أيضا عدد من الطلبة الذين كان يدرس لهم محمد حيث أنه معيد بمعهد السينما. علمنا من مصادر هنا أن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية قرر تكريم اسم الراحل محمد رمضان، وأيضا أطلق اسمه على بانوراما شباب السينمائيين المستقلين، بالإضافة إلى إطلاق اسمه على أحد المدرجات الموجودة بمعهد السينما. حالة الحزن هنا، الكثيرون هنا يشعرون بالحزن نتيجة وفاة محمد رمضان. علمنا أيضا أن والده ووالدته متوفيان، والذي يتلقى فيه العزاء الآن عدد من أصدقائه وعدد من الطلبة الذين كان يدرس لهم، بالإضافة إلى ثلاثة بنات إخوته موجودين الآن في العزاء. بالنسبة للسيدات معنا المخرجة ساندرا نشأت التي جاءت هنا لتقديم واجب العزاء في المخرج الراحل محمد رمضان. أستاذ ساندرا، يعني البقاء لله. البقاء لله وفي كل الناس اللي جاءت عزيم. عايزين حضرتك تكلمينا عن محمد شوية. أنا ما أعرفوش شخصيا، فعشان كده بس يمكن حبيت أتكلم. أظن ما حدش هيبقى قادر يتكلم. الناس، أنا شفت حب رهيب النهاردة في العزاء، وحاسة أن كل الناس دي أخواته، ومحمد أبوه وأمه متوفيين وعنده أخواته البنات هنا اللي بياخدوا العزاء. وأنا حاسة أنه، وشفت ناس كتير من معهد السينما، دكاترة وأصحابه، فكنت المفترض أن أنا هقابله من أسبوع عشان هو كاتب سيناريو، هو وصديق لي اسمه أحمد مجدي، وكنا هنقعد عشان نشوف لو السيناريو ده نعمله إزاي يعني، وكنت مدياله كمان حاجات قصص قصيرة يعملها، وكل ده كنت لسه ما قابلتوش على اني هقابله، وسمعت موضوع انه ضاع، وكنت على امل برضو لا هنلاقيه وهنقعد ونتكلم. فانا جاية بصفة ان انا ممكن ما كنتش اعرفه، بس اللي سمعته عنه واللي شفته النهاردة يخليني احس انه انا حاسة نجم، وانا حاسة ان هو مخرج كان هيبقى نجم، وهو نجم ونجم بحب الناس ده ليه بجد يعني. بس يعني مش هقدر اقول حاجه تانية. طب هل حضرتك شفتي، احنا عرفنا الفيلم بتاعه فيلم حواس، يعني كان حصل على عدد من الجوائز، بحضرتك يعني مخرجه، ايه الحس اللي حضرتك حسيتي في محمد؟ السيناريو اللي هو كاتبه الامام ده، اول كم مشهد واحد بيتغسل وميت ومقابر، احتمال كان حاسس، مش عارفه، مش عايزه اقول كلام، انا مش بتاعتي اروح في عايزه اقول كلام عن حد، بس يمكن شايفه انه بقول بالنيابه عن الناس دي كلها، الناس دي حابينه حب غريبه، وهو مش نجم ومش معروف ولسه ما تعرفش قوي بالنسبه للجمهور، بس الحب اللي انا شايفاه ده من الناس، محمد رمضان نجم. بس ربنا يا رب يصبر اهله ويرحمه ويبقى جنب ابوه وامه اللي هم مش موجودين، يمكن ربنا يرحمهم ما يشوفوش لحظه زي دي، بس ربنا يرحمه.
يعني نسأل الله أن يتغمد محمد رمضان رحمته ويدخله فسيح جناته. كان ده لقاء مع المخرجة ساندرا نشأت، بالإضافة حاولنا أن نحن نجري بعض اللقاءات هنا بين أصدقائه وأقربائه الموجودين هنا في العزة، لكن الحالة النفسية حالة دون التحدث إلينا في قناة دريم. أستاذة منى، يعني كانت هذه بعض اللقاءات وبعض الأحداث الموجودة هنا في عزاء طبعاً محمد. شكراً جزيلاً لك زميلنا محمد رياض الذي حضر عزاء المخرج الشاب محمد رمضان. زي ما قال سندرا نشأت كانت على موعد لم يتحقق معه، محمد رمضان كان على موعد آخر في مكان آخر. كل العزاء لكل محبيه وكل أصدقائه هو وزملائه الذين فقدوا روحهم في هذه الرحلة التي خلفت ضحايا وخلفت ألما لدى الكثيرين.